بأنه الجولة الأولى شهدت فرص قليلة، نفس الأمر بالنسبة للجولة الثانية اللي يمكن نقول بأنها كانت متكافئة. شفيان تراركي رفع هذه المحاولة خطيرة والهدف، أوي أوي على فرحة سفيان طلال، هو اللي يمكن نقول بأنه مرر تمريرة ممتازة، وفرحة عبد الرحمن اللعبي عميد الفريق، عبد الرحمن اللعبي عميد الفريق يسجل بعد ما كانت تمريرة ممتازة، تمريرة ممتازة، تمريرة ممتازة ناورت الجميع وراوغت الكل. إذن سفيان طلال تمريرة كانت بالمقاس، وعبد الرحمن اللعبي نتابع، عبد الرحمن اللعبي كرة كانت عالية لم يترك أدنى فرصة، لم يترك أدنى فرصة، والهدف الأول فرحة عارمة، فرحة عارمة. قلت بأنه الجمعية السنوية بحاجة لانتصار